اهدى اهدى حبيبي اهدى 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 اذكر الله اذكر الله اهدى 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 حبيبي اهدى اذكر الله ان شاء الله ما في شيء ما في الا العافيه باذن الله دحين تجي اسعاف حبيبي اهدى اهدى سيب اهدى سيب ولا يخترق عليك ولا شيء دقت الاسعاف من دقت الاسعاف تعرف تنفس اصطناعي ما اعرف ما اعرف تنفس اصطناعي بس ما حد يعرف يجي اسعاف هو دقت الاسعاف وين السوق فين السواق؟ فكوني يا حبيبي السواق فينه؟ والله ما سيبه سوق الدب اخوي ما سيبه والله والله اخوي ما سيبه حقه ابدا حلال اهدى اخوي اذكر الله اهدى تخلف حوادث السيارات اعدادا كبيره من الضحايا والمصابين كل عام، وتكتمل الكارثة بتجمع كثيرين حول المصاب وهم مكتوفو الأيدي. نعم، إن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن بمعرفتنا لمبادئ الإسعافات الأولية يمكن أن نصبح بإذن الله سبباً في إنقاذ حياة إنسان في تلك الدقائق القليلة. قد تجد نفسك في يوم من الأيام أمام صديق أو قريب أصيب بجرح خطير أو فقد للوعي أو ذبحة صدرية أو اختناق أو غرق، وتحس بعجز أن تنقذ حياته، وذلك لجهلك بمبادئ الإسعافات الأولية. وتعرف الإسعافات الأولية بأنها الرعاية الأولية الفورية المؤقتة التي يتلقاها الإنسان لإنقاذ حياته من حالة صحية طارئة حتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة له لاحقا، وفي الأخذ بأسباب إنقاذ المصاب تحقيق أولى وأعلى مقاصد الشرع، ألا وهي حفظ النفس. يقول سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تؤكد الدراسات أن الإسعافات الأولية فعالة في إنقاذ الحياة، وقد وجد إحصائيا أن غالبية من يقومون بالإنقاذ هم أقرب الناس إلى المصاب، مثل عائلاتهم أو أصدقائهم أو جيرانهم. وعلى قدر سرعة بدء الإسعافات الأولية تزيد احتمالية إنقاذ الضحية. ففي أمريكا وحدها 92 ألف ينقذون كل عام بفضل الله ثم بفضل الإسعافات الأولية. وتعد الحوادث المفاجئة كالاختناق والغرق هي السبب الرئيسي لموت الأطفال، وكذلك هي السبب في دخول 16 مليون طفل كل عام إلى الطوارئ. وبناء على جمعية القلب الأمريكية، فإن 100 ألف إلى 200 ألف من المصابين يمكن إنقاذهم كل عام لو أن الإسعافات الأولية بدأت في الدقائق الأولى من الحادثة. فإن بدأت في 4 دقائق الأولى فإن تلف الدماغ غير متوقع، وأما إذا بدأت ما بين 4 إلى 6 دقائق فإن احتمال حدوث تلف في الدماغ وارد وممكن، وأما إذا تأخرت إلى بعد 6 إلى 10 دقائق فإن حدوث تلف في الدماغ متوقع. أحد التجارب الناجحة تجربة جيفري هول الذي أنقذ حياة أخيه الصغير عندما غرق وتوقف تنفسه، ذلك أن المدينة يسكنها كانت تلزم جميع الطلبة بلا استثناء تجاوز اختبار الإسعافات الأولية في المدرسة قبل التخرج. في المقابل نجد أن ماجد في 17 ربيعا في مدينة جدة غرق في رحلة مدرسية ولم يستطع 40 طالبا و3 مدرسين ومنقذ المسبح في مدينة رياضية أن يقدموا له أيا من إسعافات الأولية لجهلهم جميعا بها، وحتى وصوله إلى المستشفى بالرغم من أنها على بعد أقل من 3 دقائق فقد وصلها بعد أكثر من 40 دقيقة بدون أي إسعافات أولية. واستطاعت المستشفى أن تعيد قلبه في أقل من دقائق، ولكن انقطاع الأكسجين عن الدماغ أدى إلى غيبوبة كاملة ووفاة بعد أيام.
إن دورة الإسعافات الأولية تستغرق 4 ساعات فقط، فلماذا لا يتم إدراجها إجبارياً في جميع المراحل الدراسية؟ إن النظام التعليمي في معظم الدول العربية تكثر فيه المواد والمناهج النظرية وتندر فيه المواد والأنشطة العملية لتعليم الإسعافات الأولية، فهل هناك شيء أقيم وأغلى وأثمن يتعلمه أبناؤنا من إحياء النفس؟ ولن ننجح في نشر وعي إلا إذا أدركنا أهمية القضية وعملنا على توفير المواد التعليمية لجميع المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الجامعية والقطاعات الخاصة والحكومية وللآباء والأمهات. لا نريد في كل مرة كبش فداء نذبحه ظن منا أن في إراقة دمه تبرئة لساحتنا وإرضاء لضمائرنا، بل نريد من كل حادثة أو خطأ أو تقصير أن يجند ويسخر ويستثمر من أجل إحداث تغيير جذري حقيقي لإصلاح مجتمعاتنا، ولينتج عنه قرارات حاسمة تمنع وقوع مثل هذا الحادث والخطأ مرة أخرى، وبذلك نكون قد نظرنا للقضايا بمنظار وقائي لا بمنظار محاولة تبرئة الذمة أو تصفية حسابات. نريد قرارات حكيمة حازمة واعية تشعرنا بأن أرواح هؤلاء لم تذهب هدرا، وإنما كانت ثمنا غاليا لتجربة مريرة استثمرت في التغيير والإصلاح ليعود نفعها على المجتمع بأسره. إن حفظ النفس من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي لا يجوز التساهل والتهاون فيها، فهي مسؤولية عظمى تقع على عاتقنا، وإغفال الأخذ بأسبابها هو إهدار لها وإجحاف في حقها وتجاهل لسنة الله في خلقها. خلي بروتكسين معاك على طول. البكتيريا الضارة لن تصمد طويلا مع بروتكسين. مع بروتكسين وداعا لعسر الهضم والانتفاع. دائما الواحد هو بيفرش عش الزوجية بيكون عنده صورة محددة لشكل البيت، بس تنصدم بعد الزواج لما تلاقي زوجتك حولت كل البيت للضيوف. أقول لها تعالي ناخذ الكنبة هذه، تقولي لا هذه أريح عشان الضيوف. طيب الطاولة هذه لازم أكبر عشان الضيوف. بس تبغوا الصراحة، وقت الأكل أحس إني في البيت أحسن من الضيوف. أكل إيش وفن إيش وطعم إيش. عافية مستخلص من قلب حبات الذرة، فهو الزيت الصحي الذي يناغم بين مكونات طبخك. عافية لأكل صحي وكمان ألذ. عافية بصحة وعافية. لأنكم في قلوبنا نشعر آلامكم ونعيش أفراحكم، فتطورنا وتغيرنا، نشرنا الأمل في كل مكان من أجلكم. النهدي كلنا أمل.